بس الكلام ده انا عايز اتفرج عليه. الكلام اللي محمود بيقوله ده ممكن يعني تاخد اخونا كريم كده وتورينا التمرين. ناخد فكره ناخد فكره مع بعض بس الاول نشوف محمود الاول لوحده. طيب رجعت انت في كلامك. انا حاولت اهرب بقى من الحكايه. الرقم يبقى نفس المنظر ده ريدي ستيدي. لازم تشست يكون بالكامل. لازم تشست يبقى على الارض. وبحط صباعي على الارض وبطلع قد ايه؟ يظهر مش فايق. بس صباعي تمام. صباعين بالظبط. يلا يا كريم. يلا يا كريم. يا نهار اسود. يلا يا كريم بالتوفيق. لا بلاش. يلا يا كريم والله. بس لا صباعين استحاله هجرب بالخمس صوابع ماشي؟ طب اوكي. لا هو بالخمس صوابع يبقى انت ما عملتش حاجه على فكره. لا بس كتر خير الدنيا اصلا اللي انا فيه ده العالم ده حلم بيتحقق. مش واخده بالك ولا ايه؟ الخمس صوابع. الله. حد يبلغ الورثه؟ تمام تمام. يا نهار مش فايت. يا نهار مش فايت يا محمود. ايه ده يا محمود ده؟ لا الموضوع مش سهل على فكره. هتريح ولا هتكمل؟ اريح. طب فيها يومين اجازه اصلا. انت بتتكلمي في ايه؟ هي صعبه فعلا؟ صعبه والله العظيم جدا.